فإن عدم وليها وغاب غبة طويلة أو امتنع تزويجها من كفؤ زوجها الحاكم. يعني هذا بعض الناس يتعنت، يعني يرى أن أن أن, أن لن يزوجها بفلان، يزوجها بفلان لأن مصلحته مع فلان. فهنا للسلطان أن يتدخل، اللي هو الحاكم القاضي، للقاضي أن يتدخل ويزوج أو يزوجها من هو، أو يأمر من هو دونه من الأولياء أن يزوجها. لو ما تدخل مثلا يزوجها أخوها مع، لأن أبوها متعنت يريد أن يزوجها لمصلحته مثلا، فهنا يزوجها أخوها على الكفر. نعم.